سيما الشماس سلوان حنونة كاهنا متوحدا بوضع يد سيادة المطران خريستوفوروس في القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في الصوفية. وفي كلمة روحية خاطب سيادته الكاهنة الجديدة قائلا: من أهم المسؤوليات في خدمتك المنتظرة في عجلون أن تعيد الثقة بين الناس والإكليروس، وأوصاه أن يحافظ على استنارة قلبه وذهنه الآتية من محبة الله، وأن يشكر دوما نعمة الكهنوت ولا ينكر الجميل. عاون سيادته في الخدمة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة بحضور ذوي الكاهن الجديد وعدد من أبناء الرعية. يا ابني، صلوات أباء الكهنة الموجودين حواليك والكل ملتف حواليك في هاي اللحظات واللي ما تمكنوا من الحضور، صلوات والدتك وإخوانك وشقيقتك، صلوات كل أبناء الرعية اللي أحبوك واللي بحبوك هون في العاصمة وفي كل مكان أنت انوجدت فيه، من الكرك للعقبة للشمال للفحيص. صلاة الكل معك في هاي اللحظات حتى تعيش عنصرتك اللي فيها دائما تكون بسلام فرح، وكون مطمئن مع المسيح مش رح يعوزك شيء، رح تكثر الضيقات، رح تكثر التجارب، رح تحضر المحن، ولكن بكل هاي رح تطلع انت انضج امتن اقوى وتلمع أكثر كالذهب إن بقيت مع المسيح. ولكن إذا تركت المسيح يا ابني، وما عمري بتمنى لك هذا الشيء، ربنا يحميك إنك تبقى دائما معه. إذا بقيت معه كل شيء رح يكون معك، حتى المصاعب والمحن والضيقات والتجارب رح تتحول زي ما حكيت لك لقوة لخبرة لنعمة لبركة لقداسة، وهيك دائما رح تشعر كل يوم أكثر قديش حضن المسيح حلو